هي رائد الخضر من دبي وهو رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي. سيد رائد أهلا بك وشكرا على وجودك معنا. يعني كل العالم اليوم يراقب جيروم باول، أنت في تقديرك الشخصي ما الذي يمكن أن يحدثه جيروم باول اليوم من مفاجآت، أم أن الوضع سيبقى تماما على ما هو عليه؟ طبعا من المتوقع بشكل كبير من جهتي أنا على يعني فيما يتعلق بجيروم باول أن يركز أكثر على تعافي الاقتصاد الأمريكي باستقرار أكثر باستدامة أكثر. من السريع جدا التوجه نحو التابرينج أو نحو الحديث عن تشديد السياسة النقدية في وقت ووقت مبكر جدا، لأنه الضرر الذي حققت أو الذي تحقق في الاقتصاد الأمريكي بنتيجة البانديميك لا يزال نوعا ما عميق التأثير، وبالتالي السرعة في تشديد سياسة نقدية ممكن أن يخلق نوعا ما يعني قلق وذعر في الأسواق، وهذا آخر ما يريده جيروم باول والأعضاء الآخرين. بالتالي حتى إذا لاحظنا يعني تصريحاته منذ شهر فبراير وهو يتحدث على أنه التركيز على الضرر، ونصح أعضاء الآخرين بالتركيز على الضرر في الاقتصاد أن ينتهي كليا عبر بيانات إيجابية مستدامة ومتكررة حتى يكون هناك حديث إما عن تابرينج أو عن تقييس مشتريات سندات أو طيب يعني في هذه النقطة تحديدا، اليوم المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل جيد بالنسبة لمؤشرات التوظيف، طلبات إعانة البطالة التي تتراجع، التضخم الذي يرتفع، وفي نفس الوقت المستويات المرتفعة للغاية للأسواق الأمريكية والأموال الرخيصة التي دفعت هذه الأسواق إلى مستويات خطيرة. يعني الفيدرالي أيضا دائما عودنا أنه يستبق الأمور، لن ينتظر حتى يعني تخرج الأمور عن السيطرة قبل أن يقوم بالتقليص، ولا ننسى كذلك أن هناك تحفيز مالي قادم في الطريق. بلا شك التحفيز المالي القادم في الطريق ممكن أن يوضح الصورة بشكل أكبر، لأنه عندنا حزم تحفيز تم ضخها في الأسواق، كان من المفروض أن تحقق قفزة كبيرة جدا في التضخم لو أن هذه التحفيزات التي تم ضخها في الأسواق هي بعبارة عن فائض نوعا ما أو تفيض عن حاجة الأسواق، لأنه ترجمة الفائض عن حاجة الأسواق من ناحية التحفيزات هو ارتفاع كبير في مستويات التضخم نظرا لانخفاض قيمة العملة بشكل كبير. ولكن ما نتجه إليه الآن، الدولار الأمريكي لا يزال متماسك أمام سلة من العملات، صحيح وصل لأدنى مستوياته خلال شهر ولكنه مرتفع نسبيا. نقطة مهمة جدا أنه الفيدرال الأمريكي يعني الضرر الذي تحقق في الاقتصاد الأمريكي لا يزال نوعا ما يعني موجود، لأنه نحن قبل الأزمة يعني قبل البانديميك كان الاقتصاد الأمريكي حذر في عملية رفع أسعار الفائدة ومتأني بعملية رفع أسعار الفائدة، صحيح. خصوصا مع استرجاع ذاكرة سابقة قبل 2008 يعني كان أسعار الفائدة فوق مستويات 5%، لكن قبل البانديميك كانت مستويات أسعار الفائدة لم تصل حتى قرابة 3%. إذن الفيدرال الأمريكي سيكون متمهل بشكل كبير بعملية تشديد السياسة النقدية. يعني في تقديرك رائد اليوم لن يتحدث جيروم باول عن أي تابرينج أو أي تقليص لمشتريات الأصول، لن يذكر ذلك؟ إن كان هناك حديث فهو سوف يكون بسياق الإنكار والتوجيه أكبر نحو استدامة وتعافي أطول في الاقتصاد الأمريكي، وأن هذا الموضوع سيرجع مناقشته في الوقت الحالي على الأقل للعام القادم حتى يكون هناك تحقيق للتعافي الاقتصادي وتركيز أكثر على ضرورة التحفيز المالي من قبل صناع السياسة المالية في الولايات المتحدة. الآن أنظر أنا إلى هذا الرسم البياني، يوضح أن مؤشرات توقع التضخم على أعلى يوصل إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، نتحدث عن مستويات تقارب 2.5% كمستويات تضخم وهي تتجاوز التوقعات بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. هل هذه النقطة محور التضخم؟ هل لازال الفيدرالي سيصر على أن هذا التضخم هو تضخم مؤقت؟ لأنه حاليا يعني إذا نظرنا أسعار الغذاء مثلا حول العالم مع ارتفاع أسعار السلع، وفي نفس الوقت لاحظنا شركات أمريكية كبيرة بروكتر أند جامبل، كوكا كولا، غيرها قالت أنها سترفع الأسعار الفترة القادمة نتيجة ارتفاع التكاليف أسعار الكوموديتيز أو أسعار السلع الخام. التضخم ربما جاء ليبقى وليس مؤقتا في الكثير من مناحي الاقتصاد. هل سيغير الفيدرالي نظرته للتضخم؟
أعتقد بشكل كبير نعم، هي نقطة مهمة جدا اللي ذكرتها فيما يتعلق بمستوى التضخم، التضخم المرتفع، وأيضا كان هو مديريت بموضوع يعني متقبل لفكرة أنه يصل التضخم إلى مستويات 2.5%، هذا على لسان الفيدرال الأمريكي. بالتالي حتى إن وصل إلى 2.5% كان يعتبره أنه هو طبيعي ومؤقت، ولكن ما نريد الحديث عنه أنه التضخم أصاب كل شيء آخر، ونحن نراه في معظم أنحاء العالم، نراه في أسواق الأسهم المبالغ بارتفاعاتها، نراه في ارتفاع ساعات البيتكوين بشكل كبير. طالما يوجد حزم تحفيزية ضخمة بهذا الشكل ومترامية على كل البنوك المركزية حول العالم، فالتضخم هو موجود بلا شك في الأسواق، ولكن ضرر التضخم المرتفع لا يزال بعيد نسبيا بالمقارنة مع الفائدة التي يحققها حاليا بتنشيط عجلة الاقتصاد بعد الأمريكا حتى الآن، وإن كان هناك ارتفاع، لأنه في عندي مشروعات وبزنس تأثر بشكل كبير يحتاج هذه السيولة الرخيصة حتى يقي نفسه من التعثرات القادمة. طيب، في ظل وجود البانديميك وفي ظل تقلب القرارات بالإغلاق أو فتح. طيب، الاقتصاد اليوم كيف سينظر المستثمر في الأسواق الأمريكية أو حتى في الأسواق الأوروبية والأسيوية إلى هذا الموضوع؟ يعني هل سينظر من ناحية، وخاصة في أمريكا، أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، المحفزات النقدية لازالت موجودة، وبالتالي هذا الاتجاه الصاعد سيواصل وسنواصل المكاسب على المؤشرات، أم سينظر أيضا إلى المخاوف المتعلقة بالخطط المالية وزيادة الحصيلة الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك شركات قيادية هي ستتضغط، يعني هي التي قادت ربما المكاسب الفترة الماضية، ستكون أول المتضررين من السياسات المالية الجديدة لبايدن؟ أي وجهتين نظر ترجح؟ يعني أعتقد بشكل كبير هناك، أولا هناك انقلاب في طريقة تفكير المستثمرين نوعا ما، وسرعة أكثر في اتخاذ القرار، وتبدل في قرارات التداول بشكل كبير بظل الظروف التي نحن موجودين فيها. أعتقد التركيز أكبر على أن يكون هناك استمرار في ارتفاع الأسواق الأمريكية وعدم تأثر سلبي للمؤسسات الكبرى، على الرغم من التوجه نحو رفع مستويات الضريبة سيكون يعني هو الأكثر ترجيحا، وبالتالي مستويات أعلى قد نشهدها، لأنه إقبال المستثمرين طالما ما في عندي يعني ملاذات آمنة حقيقية يعني لا تحتوي مخاطرة، سوف يكون التوجه نحو أسواق الأسهم. أشكرك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.